السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أفضل الكرام. أنا دخلت في فندق أمام كوبري الروضة. هذا فندق قديم قديم، ممكن 20 سنة، ممكن في زمانه كان فندقا فاخرا، ولكن الآن هو قديم وفندق بدون النجوم. ما رأيت النجمة. ودخلت في الغرفة، في الغرف النور ضعيف، النور ضعيف، حتى تجلس في الغرفة وما تستمتع، يعني الضوء لا يكفي، تجلس في ظلام. لأجل هذا أنا قلت لهم غيروا أو زادوا، أو لابد تزودون لمبات والضوء. فندق يحتاج رعاية، فندق يحتاج رعاية وعناية. بارك الله فيكم، معكم نور وسرور.